دمشق القديمة بعراقتها وتاريخها. ومن أهم ما تشتهر به دمشق هي المهن والحرف اليدوية التي يقصدها الزائرون من كل حدب وصوب، لما فيها من فن وأصالة، ومن الشارع المستقيم امتداداً إلى الجامع الأموي تقع المحال التي ما زالت تحافظ على هذه الحرف والصناعات التي يتوارثها الأبناء عن الأجداد حفاظاً على استمرارها. هلا أبي متعلمها عن جدي وأنا متعلمها عن أبي، هي يعني فيك تقولي مهنة العيلة هي بالأساس. وإذا أنا ما تعلمتها يعني ما رح تستمر المهنة. وهي هلا هي كله مع بعضه، لأنه إذا ما كنت رغبانة أنا للمهنة ما رح أبدأ فيها ولا أقدر أشتغلها. هي شغلة تانية مشان تستمر، لأن إذا ما اشتغلت فيها مثل ما قلت لك ما رح تستمر. وأهم شغلة إنه أنا مبسوط أنا عم أشتغل، لو مو مبسوط ما رح أقدر أشتغل. يعني حسب القطع، في عندك قطع بتاخد شهر شهرين ثلاثة، في قطع بتاخد أسبوعين ثلاثة، حسب القطعة حجمها شغلها نوعها. يعني عندك مثلاً جينا طواسي خزانة مثلاً نحاس منزل الفضة، هي بتاخد وقت طويل. مثلاً صينية صغيرة، صحن، يعني كل شيء له وقته. حرفة النحاس من الحرف والصناعات اليدوية التي تمتاز بالتصميم والإبداع والذوق، ولمدينة دمشق خصوصيتها في جمع كل الثقافات في لوحة واحدة. انطلاقا من هالتواجد هذا للفنانين الدمشقيين اللي قدروا يحددوا أو يعطوا هويتهم للمنتجات الشامية أو الدمشقية، أنا مولود في دمشق وعشت في دمشق، ولكن شفت بلاد كتير من الصين لاسكندنافيا، من القطب الشمالي للصين لليابان لشمال إفريقيا، وكنت أتفرج على كل هالمنتجات هي اللي فيها علاقة بشيء اسمه فن. الفن شو هو؟ هو قضية خطوة متطورة أو مرحلة متطورة من الصناعة. فالصناعة بدون فن هذا والله معلم جداً، بيساوي شغلة كتير حلوة بس ما في ذوق. هذا كتير مزوق بس صنعته مو حلوة. دمشق كانت تحوي كل من الذوق اللي هو الفن والصنعة اللي أشهرت أهل دمشق. هي سوريا مهد الحضارة وأرض الأصالة، ستبقى بمدنها وبتاريخها رمزاً ومقصداً لكل العالم.